نرحب بالمعتقل وابونا علي عبد الحسن. لا مو ابونا شايف ونحن في ضيافة المعتقل احمد علي عبد الحسن وهو اقدم معتقل حاليا في القرية. يرجع تاريخ اعتقاله الى 28 شهر مارس اللي هو كان يوم خميس. طبعا المعتقل هو طالب حسب اللي هو اخر سنة اعتقالي، وعلى ذلك خسر له الدراسة حاليا بسبب الاعتقال، و ما أكثر المعتقلين اللي هو الطلبة في هذا البلد، وهذا أحد النماذج. وأيضاً هو اعتقل بمداهمة المنزل طبعاً وتفتيشه، وبعد استخراج اللي هو ما يسمى بإذن النيابة واعتقل على ذلك. طبعا هاي الزيارة جزء بسيط من تضامن أهل القرية مع عائلة المعتقل، ويسألون الله له الفرج ولجميع المعتقلين. يا الله يعتذرون إن كان هناك أي تقصير تجاه المعتقلين، والحمد لله رب العالمين.